مرحباً، سنتعرف اليوم على الحيوانات الأليفة لنكتشف ما هي وكيف نعتني بها. هيا بنا. الحيوانات الأليفة هي الحيوانات التي تعيش معنا في المنزل، كالكلب والهرة، كالأرنب والسلحفات، كالسمكة والعصفور والببغاء. بالطبع إذا قررنا شراء حيوان أليف يجب أن نذهب إلى محل الحيوانات الأليفة لاختيار الحيوان الذي نريد. وفي حال اشترينا سمكة مثلا يجب أن نشتري لها حوضا لتعيش فيه، وإذا اشترينا عصفورا يجب أن نشتري له قفصا. بغض النظر عن الحيوان الذي نختاره يجب أن نأخذه عند الطبيب البيطري باستمرار ليفحص له أذنيه، عينيه وصدره، ولكي يعطيه اللقاحات تماما كما يفعل طبيب الأطفال. فالطبيب البيطري يعلمنا أيضا كيف نعتني ونهتم بنظافة هذه الحيوانات. وبالتأكيد علينا أن نذهب إلى المحلات الكبيرة كالسوبر ماركت لشراء الطعام المناسب للحيوان المناسب، وهذا ليس صعبا على الإطلاق لأننا نجد صورة الحيوان موجودة على علبة الطعام. فهناك طعاما للكلاب، للهررة، للسمك، للعصافير، للأرانب، للسلاحف وغيرها. هذا كل شيء. إلى اللقاء.